مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم في لقاء يومي يتجدد معكم على شاشة النيل الأخبار. قراءة في مستجدات الأحداث على المستوى المحلي العربي والعالمي، أهم القضايا المطروحة بشكل عام. مجموعة من العناوين نقرأها مع حضراتكم اليوم، وبشيء من التفصيل نتعرض لبعضها. نبدأ لقاء هذا اليوم بأهم العناوين. خلال لقائه نتنياهو، ترامب يدعو إلى إنهاء سريع للحرب بين إسرائيل وحماس وإعادة المحتجزين. وانتقادات إسرائيلية بشأن تصريحات كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لدعوتها لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. مطار بازل مالوز الفرنسي يعلن استئناف حركة الملاحة بعد تعليقها مؤقتا بسبب انذار بوجود قنبلة أدت إلى إخلائه. نتابع أيضا في لقائنا اليوم، إسرائيل تسعى إلى تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل لهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس. كما نتابع، إسرائيل تهدد حزب الله وتعلن استعدادها لضربة جديدة للحوثيين. نتابع أيضا، مصر تعرب عن خالص التعازي للشعب الإثيوبي الشقيق في ضحايا الانهيارات الأرضية. مرحبا بحضراتكم من جديد، وبداية مع هذه الجولة الإخبارية التي نتابع فيها بالتأكيد مستجدات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكذلك أيضا زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي وإلقائه كلمة في الكونغرس الأمريكي ولقائه بمجموعة من القادة الأمريكان. تحديدا أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه مع نتنياهو على الحاجة لسد الفجوات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن. الدعوات إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين لم تقتصر على بايدن ونائبته كاميلا هاريس، بل امتدت إلى قادة استراليا، نيوزيلندا وكندا، الذين دعوا إلى محاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين. لقاءات الإدارة الأمريكية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تخلو من الدعوات المتكررة إلى التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، غير أن اللهجة الأمريكية باتت أكثر حزما خلال الأشهر الأخيرة مع تزايد المؤشرات على تنامي الخلاف بين الإدارة في واشنطن وحليفتها إسرائيل في هذا الشأن. فالرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس أكدا هذه المرة خلال لقاءاتهما في واشنطن مع نتنياهو على ضرورة سد الثغرات التي تحول دون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى نهاية مستديمة للحرب. ومع سقوط الآلاف من المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب الغاشمة على قطاع غزة، شدد بايدن على ضرورة حماية أرواح المدنيين وإزالة العقبات التي تعوق دون تدفق المساعدات الإنسانية على القطاع. لقاء نتنياهو مع كاميلا هاريس نائبة الرئيس والمرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، عبر أيضا بشكل كبير عن تحول في السياسة الأمريكية تجاه الحرب في غزة، حيث أكدت هاريس لرئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا يمكن غض الطرف بشأن معاناة السكان في غزة، خاصة تلك الصور التي تظهر القتلى من الأطفال ومشاهد النازحين وغيرها من المآسي الإنسانية. هاريس أشارت إلى أن الاتفاقية التي يتبناها الرئيس بايدن تشتمل على مرحلتين، الأولى تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، ومن ثم الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من المناطق السكنية في غزة ووضع حد لأعمال العنف. الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وتسهيل تدفق المساعدات لم تقتصر على الإدارة وحدها، بل دعا أيضا قادة أستراليا ونيوزيلند وكندا في بيان مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. القادة الثلاثة طالبوا إسرائيل بحماية المدنيين باعتباره مطلبا أساسيا بموجب القانون الدولي الإنساني. هجم مسؤولون أمريكيون اليوم دعوة كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر سياسي إسرائيلي انتقاده لتصريحات هاريس بعد اجتماعها مع نتنياهو
ومن جانبه رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جافير بقوله لن يكون هناك وقف للحرب في غزة، بينما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش إن كاميلا كشفت للعالم أجمع ما كان يقوله منذ أسابيع عن السبب الحقيقي وراء الصفقة، وهو إنهاء الحرب بطريقة تسمح لحماس بإعادة التأهيل. التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك في منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية. كان ترامب قد دعا إلى إنهاء سريع للحرب بين إسرائيل وحماس وإعادة المحتجزين، مؤكدا أن على إسرائيل إدارة علاقاتها العامة بشكل أفضل. تأتي زيارة نتنياهو لترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد يوم من اجتماعات رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس. أعلن مطار بازل مالوز عند الحدود الفرنسية السويسرية استئناف حركة الملاحة بعد تعليقها مؤقتا بسبب إنذار بوجود قنبلة أدى إلى إخلائه. أفاد مطار يورو إيربورت أنه عاود العمل وأن الرحلات الجوية تستأنف تدريجيا بعد ساعات على تعرض شبكة السكك الحديدية الفرنسية لهجوم ضخم تسبب باضطرابات كبيرة في حركة القطارات السريعة. مطار بازل مالوز هو المطار الثالث في سويسرا بعد زيورخ وجنيف، ومن أكبر مطارات المقاطعات الفرنسية، وقد استقبل 8 ملايين مسافر في عام 2023. أكد رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال أن الأجهزة الاستخباراتية تعزز من جهودها لمعرفة منفذي الهجوم وأعمال التخريب واسعة النطاق التي طالت شبكة السكك الحديدية الفرنسية. أشار رئيس الوزراء المستقيل إلى أعمال تخريبية تم الإعداد والتنسيق لها، موضحا أنه قد وقعت أعمال تخريبية في وقت مبكر من صباح اليوم بشكل تم الإعداد والتنسيق له بكابلات مشغلة لخطوط القطارات، ما أدى إلى عواقب هائلة على شبكة السكك الحديدية. كما أشار أتال إلى أن العاملين في شركة السكك الحديدية يقومون بما يلزم لاستعادة تشغيل الشبكة. تمكن مقاتلو حركة المقاومة الفلسطينية حماس من تدمير دبابتين إسرائيليتين في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد منهم بين قتيل وجريح. جاء ذلك خلال توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، حيث تدور اشتباكات ضارية مع قوات جيش الاحتلال. ومن جانبه أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي إسرائيلي جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على جرافة عسكرية في المعارك البرية في رفح. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 13 جنديا خلال الساعات 24 الماضية. يوما بعد يوم منذ 7 أكتوبر الماضي لم يتوقف نزيف دماء الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف ما يتحرك وما لا يتحرك بالقطاع. اليوم 94 بعد 200 من العدوان الإسرائيلي المتواصل هو أحدث شاهد على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، والتي تتجاهل القوانين الدولية كافة، حيث استشهد 5 فلسطينيين على الأقل في غارات لطائرات الاحتلال استهدفت منزلين منفصلين شرق مدينة غزة. أما في حي الدرج في مدينة غزة فقد أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وذلك جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية. الحجر في قطاع غزة لم يسلم هو الآخر من العدوان الإسرائيلي، إذ نسفت قوات الاحتلال العديد من المباني السكنية في منطقة المغراقة شمالي المحافظة الوسطى. أوضاع ميدانية متلاحقة بلا هوادة على الأرض في قطاع غزة تتزامن مع أوضاع إنسانية تسير نحو المزيد من التدهور بالقطاع، ما يجعل العديد من المنظمات الأممية تدعو إلى التجديد على ضرورة إسكات أصوات نيران أسلحة قوات الاحتلال حتى تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين في القطاع.
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر غربية وفلسطينية قولها إن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل لهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، وهو ما يعقد التوصل للاتفاق. أوضحت المصادر أن إسرائيل تقول إنه يتعين ما أسمته بفحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال قطاع غزة عندما يبدأ وقف إطلاق النار، لتتراجع بذلك وفقا لهذه المصادر عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى جنوب القطاع بالعودة إلى ديارهم بحرية. قالت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أنه يجب الوقف الفوري لإطلاق النار لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن اليوم بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث أكدت نائبة المفوض العام للوكالة الأممية أن الحملة المناهضة لأونروا تزعم عدم حياد الوكالة، وعلى الجميع مقاومة دعوات تفكيكها. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قصرا في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي. أضافت أونروا أن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال وسط أكوام القمامة. أشارت إلى أنه لم يعد أي من تلك الأماكن آمنا، ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه. من جانبه قال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني أنه تم اكتشاف 6 عينات من شلل الأطفال من النوع الثاني في أجزاء من غزة، مشيرا إلى أن هذا تطور خطير آخر في رحلة البؤس التي لا تنتهي. أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن الهدف الحقيقي من هجمات إسرائيل على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا هو استهداف ملايين الفلسطينيين. قال منصور في كلمته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، قال إن مجلس الأمن فشل في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، مشيرا إلى أن المجلس لم يستطع تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة وكبح جماح العدوان الإسرائيلي. للتعليق ينضم إلينا من رام الله دكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. دكتور، أبدأ مع حضرتك إذا تسمح من جلسة مجلس الأمن اليوم والتي تحدث فيها سيادة السفير رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة عن الضرورة لوقف إطلاق النار ووضع النقاط على الحروف إن جاد التعبير أن نقول، وبيان للصورة التي يعاني منها الفلسطينيين حاليا. بداية، كيف قرأت جلسة مجلس الأمن اليوم؟ مساء الخير من جديد، كل التحية لكم. تعرفون بأنه هذه الجلسات دأبنا على متابعتها بكامل تفصيلاتها. هناك حالة من التعاطف الدولي، ولكن بصراحة الوصول إلى قرارات حاسمة أمر بات عقيما في مجلس الأمن، وبالتالي مع تقديرنا لكل تعاطف الدول إلا أنه بدون قرار، بدون مخالب لهذا المجلس وللمؤسسة الأممية، يبقى الشعب الفلسطيني تحت وطأة هذه المحرقة المستمرة في قطاع غزة، وهذه الحرب التي لا تنتهي، وهذه الغطرسة الإسرائيلية المستمرة. بل على العكس، يهان الشعب الفلسطيني أكثر فأكثر عندما يقدم لنتنياهو السجاد الأحمر لاستقباله في الكونغرس الأمريكي، ويظهر أمام الجميع ليتحدث عن بطولاته ويتحدث عن الأخلاقيات ويخاطب العالم وكأنه لا يرتكب جرائم حرب، وكأنه لا يكيل النار للشعب الفلسطيني ويحرق أجساد أبناء وبناته بهذه الصورة. وبالتالي هذه تشكل نقطة إحباط لدى الفلسطيني، ومع ذلك نقول مستمرون بحربنا الدبلوماسية، مستمرون بصمودنا الميداني، ومستمرون بثباتنا لإجهاض هذه المحرقة الإسرائيلية التي هدفها الآن بات واضح للعيان، إزاحة الشعب الفلسطيني برمته في كل
أرجاء فلسطين. نعم، السيادة السفير أيضا رياض منصور أشار اليوم في كلماته أمام مجلس الأمن إلى أنه مجلس الأمن فشل في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلى جانب آخر إسرائيل تقول أنها بصدد وضع بعض التعديلات على خطة وقف إطلاق النار. برأي حضرتك كيف تكون شكل هذه التعديلات، وهل صحيح إسرائيل تفكر في تعديلات على خطة وقف إطلاق النار، أم أنه نوع أيضا من أنواع المماطلة التي تمارسها دائما إسرائيل؟ أشكرك، أعتقد أنه سؤالك حمل الإجابة. بالفعل إسرائيل تضيع الوقت، نتنياهو دخل في معركة عد الأصابع ويريد أن يحسم المعركة عسكريا في رفح، في خان يونس، تكثيف القصف خلال الأيام الماضية في النصيرات في المنطقة الوسطى. واضح بأنه نتنياهو يريد أن يخرج منتصرا من هذه الحرب. نعم. لو أنه أبرم الصفقة الآن لا شيء سيقدمه للإسرائيليين على الإطلاق، بل سيلومونه على أنه لم يتمكن تحقيق أهداف الحرب. تخيلي على رقعة جغرافية صغيرة في قطاع غزة وعشر أشهر من الحمم النارية ولم يحسم هذه الحرب. لذلك الذي يراد أن يناقش اليوم أو يراد به أن يناقش اليوم هو موضوع إذا ما كان من حيث المبدأ نتنياهو يريد صفقة أم لا. وبالفعل لا يريد هذه الصفقة على الإطلاق. نعم، إلى المرشحين الرئاسيين الأمريكيين في الانتخابات القادمة في نوفمبر بعد لقاء رئيس الوزراء رئيسة وزراء الكيان المحتل نتنياهو، لبداية إلى ترامب، وترامب قال في كلمته أنه يرغب في أن تنتهي الحرب بشكل سريع. ماذا كان يعني بكلمة سريع تحديدا؟ بطبيعة الحال نتنياهو قابل ترامب كما تعرفون في مقر إقامته. نعم. ترامب كما تفضلتم تحدث بعدة مناسبات بالمناسبة، وليس فقط في لقاء نتنياهو، عن ضرورة إنهاء هذه الحرب، ولكن أقرن ذلك بعودة الرهائن. وبالتالي رأيتم أيضا نهجا تهكميا لدى ترامب في لقائه مع مناظرته مع بايدن بالأحرى، قال عنه بأنه أصبح فلسطينيا ولكنه فلسطينيا بائسا، فيما يعني بأنه ترامب يريد لنتنياهو أن ينتصر بالسرعة الكبرى ولا يريد لهذه الحرب أن تستمر، لأنه يعرف تماما أنها تجهض الجهود الأمريكية باتجاه حسم الموقف في الشرق الأوسط، وأن إسرائيل قد استنزفت كثير من الوقت في هذه المعارك وتطالب بالمزيد من السلاح. وبالتالي ترامب يقول بأنه هو لديه الحلول السحرية. لا تنسوا بأنه رجل أيضا بهلواني في حديثه عن السياسة، قال بأنه سينهي حرب أوكرانيا باتصال هاتفي واحد. وبالتالي هو يريد أن يقول بأن أنا حاضر، أنا مصدر قوة، أنا أستطيع أن أنهي هذه الحروب وأنا أفعل ما أقوله. وبالتالي أريد للرهائن أن يخرج، أن يتم إطلاق سراحهم وأن تنتهي هذه الحرب، في محاولة لتجسيد حضوره السياسي وتبيان أنه على اطلاع كامل على الموقف السياسي والتطورات الميدانية. كاملا هاريس كذلك قالت أنها لن تغض طرف عن معاناة الشعب الفلسطيني، فهل تقدم نفسها بهذا التصريح للرأي العام الأمريكي بأنها مناصرة أو مؤيدة أو داعمة، أو أنها ستحمل هذا العبء عن الفلسطينيين، أم يعني نوع من أنواع المراوغة السياسية أو الدعاية السياسية لها كمرشحة رئاسية في الانتخابات الأمريكية، أم أن هي سياسة واحدة وإن تغيرت الوجوه بايدن ترامب كاملا هاريس؟ أولا دعينا لا نفرط بالتفاؤل أختي العزيزة سيما. نعم. وأنه الجميع استبشر خيرا بالإتيان بأوباما لرئاسة أمريكا، وقال بأنه أبو حسين كما أشير له باللقب هذا أبو حسين بأنه يمتلك حلولا سحرية، ورأينا ما رأيناه واستمعنا لخطابه الشهير في القاهرة إن كنتم تذكرون. نعم، حينما قال السلام عليكم. نعم. نعم، وبالتالي السلام عليكم وقفت هناك وكل أحلامه وطموحاته ذهبت أدراج الرياح. الماكينة التي تحكم أمريكا هي الماكينة الصهيونية حتى لا نوارب الحقيقة. وبالتالي كاميلا هاريس ربما تكون تحاول جذب الأصوات العربية، الأصوات الإسلامية، المسيحية، حتى اليهودية المتعاطفة، أنه لا تنسوا أيضا مؤسسات يهودية بمستوى جي ستريت التقدمية عبرت عن ضيقها من زيارة نتنياهو. نأخذ بعين الاعتبار قضية ثانية كأحد خفايا الكونغرس وخطاب الكونغرس، بدأ اليوم واضحا بأنه 90 عضو من الديمقراطيين من النواب غابوا عن الجلسة، وأنه تم ملء مقاعدهم ببعض العاملين في الكونغرس حتى لا يبدو الكونغرس وكأنه هناك مقاعد فارغة فيه في ظل وجود نتنياهو. وبالتالي لا، هناك حراك داخل المكنة السياسية الأمريكية غير مرتاح لنتنياهو، غير مرتاح لإطالة أمد هذه المعركة. ولكني أنا مصر بأن جذور الرغبة الأمريكية تعود لبقاء إسرائيل دولة في حلوق الأمة العربية، وأيضا تبقى حامية لمصالح أمريكا.
لذلك لست واثقا إذا ما كانت هاريس تريد أن تتعاطف مع الفلسطينيين، هذا سيظهر خلال الفترة القليلة القادمة. بس على العموم، أما وأنها قالت هذا الشيء إحنا نقدره ونقول بأنها اليوم تتعرض لهجوم. بالمناسبة بن غفير وسموتريتش أشهروا سيوفهم وها هم يهاجمونها، وأيضا يهاجموا بالمناسبة كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد، لأنه أعلن جهارا نهارا بأنه سيوقف مطالبة بريطانيا بتعطيل مذكرة الاعتقال لنتنياهو التي يريد أن يصدرها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. من بين التصريحات المدهشة على الأقل بالنسبة لي، ما خرج من مصادر إسرائيلية بأنه في حال تحقيق هذه الهدنة أو هذه الصفقة فلا بد من فحص المدنيين الفلسطينيين قبل عودتهم إلى شمال قطاع غزة. ماذا كان يعني بفكرة فحص المدنيين الفلسطينيين؟ تعرفون، هو يتحدث في عدة مناسبات على ضرورة الرقابة، ويريد لأولئك الذين يعودون أن لا يكونوا ينتموا لأي فصيل مسلح فلسطيني، وأنه يريد أن يسيطر على وجود السلاح في ضمن المنطقة المحددة والممتدة من بيت حنون شمالا إلى منطقة وادي غزة، أي أنها تشمل مناطق جباليا وبيت لاهيا ما يعرف بمناطق شمال غزة، وأيضا مدينة غزة وهي الأكبر في ذلك المحيط. وعليه هو يريد أن يفرض هذه الرؤية الإسرائيلية فيما يسمى باليوم التالي. ولكن بصراحة أقول لك بملء الفم، كل ما يفعله نتنياهو الآن دون أن يصل لإعادة الرهائن، دون أن يصل للإجهاز على حتى مقاومة الشعب الفلسطيني بغض النظر عن أي فصيل، سيشعر بأنه لم يحقق هذا الانتصار. وبصراحة أقول هذا نموذج في الحكم، يعني يعطي الأولوية للشخص على حساب الدولة، وبالتالي هو جاهز أن يطيح بكل إمكانيات الدولة في مقابل أن يبقى على سدة الحكم، لأنه يعرف أنه مقصلة التحقيق تنتظره والعجلة ستدور قريبا. بالمناسبة، لجنة التحقيق التي شكلت في إسرائيل الآن ستبدأ بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر. إذا لم يخرج نتنياهو منتصرا، حكم بالإعدام على مستقبله السياسي. نعم دكتور، اسمح لي أن نعود سويا لأيام قليلة إلى الوراء، حينما تم الإعلان عن بيان بكين الذي خرج بمبادرة من الصين لإعادة اللحمة من جديد إلى الفصائل الفلسطينية المختلفة. وكان في هذا البيان مجموعة من البنود المختلفة، كان من بينها إجراء انتخابات مبكرة وحكومة وفاق وطني مؤقتة، جميعها أمور طبعا إلى جانب إطلاق سراح المحتجزين، إلى جانب وقف إطلاق النار، إلى جانب نفاد دخول مزيد من المساعدات، اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وكل هذه البنود المحترمة نظريا للغاية. إمكانية أن يتم تفعيل هذه البنود وفي وقت سريع، وإلى أي مدى تحقيق هذه البنود على الأرض من شأنه أن يحلحل هذا الوضع المعقد؟ إحنا قلنا أطلبوا الصلحة ولو في الصين. نعم. وهذا الصلح عجلته دارت في أم الدنيا في مصر الحبيبة. وبالتالي لدينا النوايا باتجاه إنهاء الانقسام، لكن أقول لك بصراحة مؤشر الصلح الفلسطيني ارتفع وانخفض في عدة مناسبات وعدة محطات، وبالتالي الامتحان الحقيقي هو في التطبيق وليس في إعلان النوايا. نعم بكين أعادت الكرة لملعب الكل الفلسطيني، خاصة أنه كل الفصائل وقعت، لكن رأينا من المحزن مواقف بعض الفصائل التي وقعت ثم عادت وقالت بأن هذا الأمر غير صحيح وغير دقيق وشككت في بعض المخرجات. إحنا نقول تعالوا إلى طاولة التنفيذ، إذا كان هناك حسن نوايا سنراها حقيقة ماثلة، وإذا كان هناك فقط مجاملة للصين أيضا ستبدو حقيقة ماثلة. ما نريد أن نقوله بأنه منظمة التحرير هي العنوان الشرعي للكل الفلسطيني، لن نرتضي عنها بديلة، وأن القانون الدولي يجب أن يكون سيد الموقف في الحكم على الصراع العربي الإسرائيلي، وأن الالتزام بالاتفاقيات الموقعة والتي وقعتها أيضا منظمة التحرير مهم لتدور عجلة المستقبل باتجاه حلحلة هذا الصراع على أرضية قائمة على قرارات الشرعية الدولية. أما إذا عدنا لمربع المهاترات والخلافات، أنا أعتقد أن هذا مربع يجب أن نغادره، كما قلت الأمور تقاس بنتائجه. نعم دكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، شكرا جزيلا لحضرتك.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم أن المنظمة سترسل أكثر من مليون جرعة من لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة. أضاف أدهانوم أنه سيتم توزيع تلك الجرعات على مدى الأسابيع المقبلة لمنع إصابة الأطفال بالعدوى بعد رصد الفيروس في عينات من مياه الصرف الصحي بالقطاع. قال أدهانوم أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الفيروس، خاصة الرضع دون سن الثانية بسبب تعطل حملات التطعيم العادية نتيجة الصراع المستمر منذ 9 أشهر. دفع نقص الإمكانيات الطبية بعض الفلسطينيين إلى صناعة أطراف بدائية من قطع الأخشاب والمواسير البلاستيكية التي تستخدم في شبكات الصرف الصحي لتخفيف معاناة مبتوري الأطراف. يكافح مبتور الأطراف باستخدام الأطراف البديلة لقضاء احتياجاتهم اليومية من تعبئة المياه وتجهيز الحطب لطهي الطعام، حيث أحالت الحرب الإسرائيلية عددا كبيرا من الفلسطينيين إلى ذوي احتياجات خاصة يعيشون تحديات كبيرة وظروفا قاسية. على الرغم من أعداد الشهداء الهائلة التي خلفتها الحرب في غزة والتي تجاوزت 39,000، إلا أن الحرب خلفت عددا أكبر بكثير من الجرحى بما في ذلك مبتوري الأطراف والذين تزداد معاناتهم مع نقص المواد والأدوات الطبية في القطاع المحاصر. نقص الإمكانيات دفع بعض الفلسطينيين إلى صناعة أطراف بديلة من قطع الأخشاب والمواسير البلاستيكية التي تستخدم في شبكات الصرف الصحي لتخفيف معاناة مبتوري الأطراف ولمساعدتهم على استمرار حياتهم أو حتى الهرب من القصف. مواسير الصرف الصحي، بعض من القطن، شوية لزج، هاي الشغلات تقريبا الأساسية اللي موجودة في الطرف، كلسات اللي هو الجرابين. كان بودنا نلاقي بوات في الأسواق حتى نعمله على بود، ولكن للأسف ما لقيناش يعني حتى الأحذية نعملها بشكل جمالي. بدينا في طرف ما تحت الركبة والحمد لله تم بنجاح، عملنا طرف ما فوق الركبة، وهي الأشياء يعني كانت من الصعوبة الوصول إليها بداخل الأسواق. مواسير الصرف الصحي أصبحت تتلاشى من الأسواق. بصيص من الأمل يجده المستفيدون من هذه الفكرة البسيطة في الحركة وتقليل الاعتماد على بدائل مرهقة صحيا وجسديا لهم من شأنها أن تضاعف من معاناتهم. طرف هذا خفف أنا المعاناة اليومية علي، خلاني يعني ما أركن على نفسي، إني أنا أحاول أندمج شوي في المجتمع، ألبس لحالي، أعمل أشياء اليومية لحالي، خفف الضغط على إيدي خصوصا أنه صار عندي تليف وقرروا العملية بس بعد الطوارئ. هو في ظل الحرب يعني مشكورين الشباب أنهم فكروا في المبادرة هذه وما طلبوا مني أي تكلفة. نطمح أنه يكون في طرف هو يعني الآن يعني خفف عنا كثير شوي يعني عبء من المعاناة، ولكن نطمح أنه يكون في طرف أجود. أكدت وزارة الصحة في غزة أن أعداد حالات بتر الأطراف ارتفعت إلى أكثر من 10,000 في مختلف محافظات القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وشملت أكثر من 4,000 طفلة. بدورها كشفت أحدث إحصائية لوكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأونروا أن 10 أطفال على الأقل يفقدون أحد أطرافهم يوميا في غزة جراء العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. فمصابو غزة مهدد كثير منهم بالتهابات الناتجة عن البتر والحرارة الشديدة التي تؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية. وجعلت الحرب على غزة حالات بتر الأطراف خيارا مؤلما لآلاف الجرحى في ظل نفاد المعدات الطبية والنقص الفادح في الأطراف الاصطناعية، إضافة إلى غياب الرعاية الصحية والأدوية، فضلا عن الضغوط النفسية المتزايدة. قالت بريطانيا إنها لن تمضي قدما في الجهود الرامية إلى التشكيك فيما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت. في مايو الماضي قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وثلاثة من قادة حركة حماس
بتهم ارتكاب ما يقول إنها جرائم حرب. أظهرت وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها في يونيو أن بريطانيا الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية قدمت طلبا للمحكمة بتوفير ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان بوسع المحكمة ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقية أوسلو. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من قرى وبلدات منطقة الشعراوية شمال مدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي جبع والزبايدة وقرية صانور في محافظة جنين. من ناحية أخرى، احتجزت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، كما اقتحمت مناطق متفرقة من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. قال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع إن القوات في شمال البلاد تستعد لهجوم حاسم ضد حزب الله اللبناني، متعهدا بتغيير الواقع الأمني في شمال إسرائيل. كان حزب الله اللبناني قد استهدف المزيد من المواقع الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية، ومن بينها موقع الرمثة وزيدين، أصابوهما إصابات مباشرة. أعلن الحزب في بيانات منفصلة عن أن عناصره أطلقوا صواريخ مضادة للطائرات على طائرات حربية إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية. من جانبه، استهدف القصف الإسرائيلي بلدة راشيا الفخار في جنوب لبنان وأطراف بلدة شيعة الجنوبية، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدتي مركبة وعيد الشعب جنوبي لبنان. وفي مصر، أعربت مصر عن خالص التعازي للشعب الإثيوبي الشقيق في ضحايا الانهيارات الأرضية التي حدثت بجنوب البلاد والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والمفقودين. كما أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. يشار إلى أن حصيلة الانهيارات الأرضية التي وقعت مؤخرا في منطقة وعرة جنوب إثيوبيا قد ارتفعت إلى نحو 260 قتيلا، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 500 قتيل. انتهت هذه الجولة الإخبارية، ومستمرون مع حضراتكم ولقائنا بضيوفنا الكرام بعد وقفة قصيرة وهذا الفاصل. التوتر بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وعلى مدار الأشهر العشر الماضية يشهد تصاعدا متزايدا، حيث يتبادل الطرفان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، مما يزيد المخاوف من احتمال نشوب حرب شاملة في المنطقة. كانت حدة المواجهات والاشتباكات بين الجانبين قد تصاعدت عقب استمرار إسرائيل في سياسة الاغتيالات ضد قادة ميدانيين وكوادر في حزب الله، واستهداف مواقع استراتيجية ومخازن أسلحة وذخيرة للحزب لإضعاف قدراته العسكرية. وفي ظل التوترات والمعطيات، برزت جبهة الإسناد كعامل حاسم في هذا الصراع المستمر. تلك الجبهة تشمل التعاون الوثيق بين حزب الله وجماعة أنصار الله في اليمن والمعروفة بجماعة الحوثيين، بالإضافة إلى الدعم الإقليمي من إيران، مما يعزز قدرات تلك الجبهة في مواجهة إسرائيل. حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في الدعم اللوجستي المتبادل بين حزب الله والحوثيين، يتضمن هذا الدعم تبادل المعلومات الاستخباراتية وتدريب المقاتلين، فضلا عن نقل الأسلحة والمعدات والتقنيات المتطورة إلى حزب الله، مما ساهم في تحسين قدراته الهجومية والدفاعية. لذا فيرى الخبراء والمحللون أن جبهة الإسناد تبرز كعامل رئيسي في تحديد مسار هذا الصراع، أو بالأحرى ستزيد من تعقيد الوضع الراهن، خاصة مع انضمام جبهات الإسناد الأخرى في اليمن والعراق لتمثل واحدة من أهم أوراق القوة والإسناد السياسي للمفاوض الفلسطيني في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. ومع اشتعال جبهات الإسناد وتصاعد قوة تأثيرها، باتت حظوظ نجاح الصفقة أكبر بسبب الرغبة الكبيرة لدى قوة التأثير في العالم لوقف هذه الحرب ومنع تمددها. وكذا خشيت إسرائيل من أن تجد نفسها عاجزة ومفتقدة لقوة التأثير على طاولة المفاوضات.
ومع تشابك أطراف الصراع واتساع دائرته، تظل الجهود الدولية والإقليمية مرتكزة على محاولة احتواء الأزمة ومنع اندلاع حرب شاملة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وسيكون لها تداعيات كارثية إقليميا وعالميا.